حاجة تانية خالص. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة، ألا تكبرون؟ ألا تكبرون؟ الأنبوبة معدية 80 جنيه لو لقيتوها، ألا تكبرون؟ الزبالة بدل ما تتشال بتزيد عشان طلع فيها البركة، ألا تكبرون؟ الدعم هيتسفع واحنا هنتسفع معاه، ألا تكبرون؟ والناس تقول لك، والناس تقول لك، تفضل تقول لك وتنبر وتقول لك عمل ايه في ال 100 يوم؟ 100 يوم 100 يوم من يابا؟ عندنا رئيس كده هو بتاع ربنا بيصلي، عايز ايه اكتر من كده؟ لا 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 لا، موضوع ال 100 يوم ما يتهيأليش ان هم هيوصلوا لدرجه ان هم يستغلوا الدين في موضوع ال 100 يوم ده. ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكه الى المدينه بعد 100 يوم؟ لا انا معترض على ده. ما نتفق، بس انا لسه افصل ايضا. ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وهو معصوم ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، هل حقق الحلم الذي كان يحلم به كل اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في 100 يوم؟ سؤالي كالاتي، ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم في 100 يوم الاولى؟ هو الوحي نزل على مرسي ومحدش قال لنا؟ انت بتهرج صح؟ انت قد التشبيه ده؟ ده كان في ساعتها وحي ورساله ودعوه برضه، ولا انت مطنش كل ده؟ انت حضرتك عايش معانا في الزمن ده؟ يقولون ان هناك دستورا جديدا يصوت عليه اتباعه بناء، فماذا نحن بفعله؟ دي الطريقة اللي بيتكلموا بيها في جابة الإنقاذ. خلص التشبيهات؟ خلاص؟ حد عايز يزود؟ دكتور محمد مرسي، شابه نبي الله يوسف